يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول منزلي قريب من جامع يصلى فيه على الجنائز، وأستغل الفرصة في شهود الصلاة على الجنائز، لكن نظرا لأن الصف الأول لا أستطيع أن أدركه غالبا في هذا الجامع، فإني أصلي في مسجد قريب الفريضة لأدرك الصف الأول، ثم أذهب إلى ذاك الجامع وأصلي على الجنائز، هل فعلي هذا صحيح؟ لا بس طيب، مع المهم أنك تصلي الفريضة وتذهب وتصلي الجنازة، ما في محذور. نعم.